الكتب. هنا اعتقد ان الظروف والظروف الاحتلال وظروف التطورات اللي على الساحه العالميه وانك بتحارب عشان تستعيد ارضك وكل الحاجات دي كلها ساهمت في هذا يعني. لكن زي ما قال عمرو موسى وسئل السؤال ده وقال لك ان هذه القضيه الملف بتاع القضيه دي مفتوح وان مصر لم تغلقه وهيجي الوقت اللي هيفتح زي نهب ثروات سينا، وبالتالي لا علاقة لهذا الملف باحتمالات التسوية ومسيرة السلام. هناك ملفات كثيرة سوف تفتح أيضا. إسرائيل استنزفت بترول سيناء، إسرائيل قامت بحفريات أثرية في سيناء، قس على هذا في كل الأرض العربية المحتلة. أنا آمل أن يتركوا ذلك، ولكن إذا أصرت الحكومة المصرية فليس الباحثون، لأن الباحثون لا يمكن أن يروا الأسرار الآن. الأسرار هذه مخبأة من الجانبين، ولكن كما قلت إذا أصر أي طرف، مثلا الطرف المصري، يستطيع بعد ذلك مع الطرف الإسرائيلي مع المسؤولين وليس الباحثين. بالنسبة للجان تحقيق تشكل من قبل حكومات، ولجان تحقيق تشكل من قبل حكومات إسرائيلية إلها لقب عنا بسموها، هذه الكلمة يمكن غير ملائمة للتلفزيون، سموها لجنة غطاء، معناته غطى طين او غطى على تهمة. هذه الجان معناتها ان تدفن القضية مش تكشف القضية، وهذا يرجع حتى الى لجنة التحقيق بعملوا على فساد داخلي اسرائيلي مش فقط على امور اسرائيلية عربية اللي هي اكثر حساسة. انا ارى ان يتم تحريك الامر على مستوى المحافل الدولية، وأن تقوم بذلك لجنة شعبية مصرية تتبناها نقابة المحامين، تتبناها إحدى منظمات حقوق الإنسان التي تملأ مصر. أنا ياريت لو في إرادة عربية، لأن من الأسف لا توجد، ياريت يبقى فيه دير ياسين، يبقى فيه كفر قاسم، يبقى فيه قانا، يبقى فيه بحر البقر، يبقى فيه طائرة سلوى حجازي، يبقى فيه أسرى 67، يعني يبقى فيه نوع مما فعله الصهاينة بنا كعرب وليس كمصريين. انا قلت يعني لابد من توفر الارادة، ارادة سياسية تعتقد بصحة وبمصداقية او باهمية ان المطالبة بهذه الحقوق، وبانها غير قابلة للمساومة تحت اي حسابات سياسية. في هذه الحالة يمكن ان اثنين، انا رأيي العام في مصر لابد ان يتحرك ليضغط على قيادته من اجل المطالبة بالمحاكمة، مش محاكمة فقط، في محاكمة والاعتذار لمصر وللشعب العربي بشكل عام على هذه الجرائم، والتعويض لأسر الضحايا. بلا شك يجب، إذا مصر في وقت من الأوقات اقترحت فكرة الاعتذار والتعويض، هذا شيء أخلاقي أساسي في العلاقات بين أي واحد، بين أي 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 ناس، إنه إذا في اقتراح لازم إسرائيل توافق وتذكر مصر حتى على هذا الاقتراح، لأن الاقتراح إيجابي، وهذا زي الرماد الأخضر، تقول مصر لإسرائيل تفضلوا انتوا أي مهدنا الطريق فاذهبوا إلى تسامح. وإذا إسرائيل رفضت هذا الاقتراح هذا غلط عظيم، لا أفهم معناته. من ينصح لرؤساء الحكومة الإسرائيلية بالشؤون العربية فلم يعلمون وين عايشين، وهم يمكن لا يجب عليهم أن يكونوا مستشارين شؤون أمريكية ولا شؤون عربية، يعني أي واحد معرف الأقلية العربية والحياة الشرق الأوسطية والشرف العربي والشرف الإنساني مش عربي، لازم أن يقبل هذا الاقتراح بإيد مفتوحة ويقول له يا مش أهلا وسهلا، أنا مستعد بكرة. أنا بشيء من هذه الروح، مؤمنا بأن له حقا أخذ منه عنوة بالقوة، قرر الأسير المصري المنسي كغيره أن يستعيده عنوة بالقانون. يقتات اليوم وأسرته الممتدة على فتات سيارة أجرة هو نفسه أجير عليها. أفلت بها ذات يوم من زحام القاهرة إلى زحام المحاكم، فأقام عام 95 دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة بحق إسحاق رابين وإيريل شارون والقاتل المعترف إيريه بيرو. يعني انا الوقت ده سبب ان انا رفعت دعوة على اسرائيل ان انا كنت في السعودية
وكنت لاجل حظي في شركه نقل حجاج ادت اتوبيسات للجيش السعودي كان بينقل بيها اسرى عراقيين من الحدود لمنطقه في السعوديه اسمها الارطويه. في المنطقه دي شفت معامله الجيش السعودي للاسير العراقي، كان بيدلهم خرفان يذبحوا ياكلوا لحمه مشويه ويدلهم يشربوا سجاير ويدلهم كل حاجه، وكانوا عايشين احسن عيشه. فقلت الله، طب وانا زمان كنت اسير عند اسرائيل ما عملوليش كده ليه؟ والله لا ارفع عليهم قضيه. لكن دعوى امين عبد الرحمن رفضت على الفور كما رفض غيرها بحجه عدم الاختصاص. قضيته بين يدي الله ومعذبه بين يدي الشيطان، وهذه الدعوة بين يدي الدولة. بحكم مسؤوليتك رئيس لهيئة قضايا الدولة بدأت أستعد لفيما لو طلبت من الدولة رفع إقامة هذه الدعوة. فبدأت أجمع ما جزء من اللي بيفاصل بالموضوع، أولها اتفاقية جنيف سنة 49 وتعديلها اللي تم سنة 68، وكل ما نشر من مقالات او ابحاث في الموضوع ده جمعته وعملت فايل احتياطي. من يومها انتظر محامي الدولة تلك المكالمة الهاتفية بالتكليف. مر اكثر من 5 سنوات نسى هو نفسه انه كان في انتظار مكالمة. انظر، لو اراد مواطن مصري او عائلة مصرية مقاضاة احد فلا احد يمنعهم، انه قرارهم. لو شعروا بان الحق معهم فليفعلوا، لا يجب عليهم الخضوع لاي اوامر سياسية للقيام بذلك، انه قرارهم. ربما القضاء الاسرائيلي قد يجد المنفذ لتقديم هؤلاء المجرمين حتى وان كان الزمن قد اخذ على هذه الجريمة الكثير الكثير، ولكن هذا الموضوع يجب ان نضعه امام القضاء الاسرائيلي ليقول كلمته. وان كان القانون هو في الاساس تفسير روح القانون. لما احنا بصدد اتفاقية دولية، فاللي بيحكم التقدم فيها احكام هذه الاتفاقية. فاذا كانت الاتفاقية بتقول مفيش تقادم، يبقى النص القانون الاسرائيلي لا يطبق، لان احنا بنحاكمهم او بنطالب بحقنا قبلهم استنادا لاحكام الاتفاقيه وليس استنادا لاحكام القانون الاسرائيلي. لا، في النظام الاسرائيلي ان هناك تقادم على جرائم بعد سنوات عديده، ولذلك لا يمكن محاكمته، ولكن يمكن استخلاص العبر اذا كان مسؤوليه لمسؤول اسرائيلي سواء قائد كبير او ضابط صغير. انت تتحدث عن مفهوم التقادم، مفهوم التقادم ينسحب في القانون ولكنه لا ينسحب على جرائم الحرب. واذكر الاسرائيليين انفسهم بان جرائم النازي ضد اليهود لم تسقط بالتقادم، كيف تسقط جرائمهم في الحرب ضدنا بالتقادم؟ هم انفسهم لم ينسوا من قاموا ضدهم باعمال في الحرب العالميه الثانيه، وحتى الآن لا زالوا يتعقبونهم بالمطاردة القانونية والسياسية. فلماذا يحل لهم ما يحرم عليهم؟ أعتقد بل أنصح بوضع حد لهذه المقارنة الغبية السريعة فورا. لا، أنصحك بالتوقف. مفهوم؟ أوكي. شوف البجاحة، البجاحة إنه بيرفع قضية لاسترداد دكان ومش مهم عنده الناس اللي ذبحهم،